أشاد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم بوقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب السودان. وقال جبريل في مقابلة تلفزيونية إن السعودية تقود حملة لضمان إعفاء السودان من ديونه. وأضاف جبريل: التقينا بوزير المالية السعودي محمد بن عبد الله الجدعان في باريس وأكد سعيهم لضمان إعفاء ديون الدول خارج نادي باريس. قرر اجتماع المجلس الأعلى للسلام برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان عقد جلسة اليوم الاثنين لحسم تعيين الولاة بدارفور والنيل الأزرق. ويبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في النيل الأزرق والفراغ الإداري والتفلتات الأمنية في الولاية بجانب مسألة تعيين الوالي. أعلن المجلس الأعلى للسلام عن بدء التفاوض مع الحركة الشعبية في 26 من مايو الجاري. وقال رئيس مفوضية السلام سليمان الدبيلو إن اجتماع برئاسة البرهان تداول حول الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو بجوبا عاصمة دولة جنوب السودان. أعلنت محكمة الجنايات أم درمان الحكم بالإعدام شنقا حتى الموت للمتهم يوسف محي الدين الفكي في قضية مقتل الشهيد حنفي عبد الشكور. واستشهد حنفي بأم درمان دهسا بعربة المتهم الرائد بدعم السريع يوسف محي الدين والذي كان يعمل في السابق بجهاز الأمن. بدأت اليوم بمبنى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي جلسة محاكمة علي محمد علي عبد الرحمن كوشيب الذي يواجه 31 تهمة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في إقليم دارفور عامي 2003-2004. واقتصرت الجلسة على اعتماد التهم الموجهة لكوشيب، وستستمر جلسات اعتماد التهم إلى يوم الخميس 27 من مايو القادم.